ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون بوفاة الدكتور الشيخ عبد الله شكري زركاشي. ونقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجزه. دكتور الشيخ عبد الله شكري زركاشي، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، ربنا تقبله في جنان النعيم. نعزي أنفسنا في فلسطين في قطاع غزة، كما نعزي أهلنا وإخواننا شعب أندونيسيا في فقدان الأخ الحبيب الشيخ الدكتور عبد الله شكري زركاشي، ونعزيهم ونبرك لهم التعزية من هنا من أرض فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، أرض الأقصى. ولا نقول فبهذه المكانة الطيبة لابد وأن نعتز بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله غفور رحيم. فاتباع النبي فيه حب الله، وإذا وقع حب الله كان النصر لكم، وكان التمكين، وكان الفرج، فينزاح كل الهم والغم عنكم إذا اتبعتم منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين، اللهم اسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم أبدله أهلا خير من أهله، وأبدله وطنا خير من وطنه يا رب العالمين، وأبدله زوجا خير من زوجه يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، إن لله وإن إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعزي أنفسنا في فلسطين في قطاع غزة، كما نعزي أهلنا وإخواننا شعب أندونيسيا في فقدان الأخ الحبيب الشيخ الدكتور عبد الله شكري زركاشي، ونعزيهم ونبرك لهم التعزية من هنا من أرض فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، أرض الأقصى. ولا نقول إلا ما يرضي الله أمام هذا الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى نكون من الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وإني ندعو لهذا الرجل
الذي له من الفضل على أهل غزة وله الفضل في حلقات التحفيظ في أهل غزة، كان رجلا معطاء للخير. نسأل الله أن تكون أعماله في ميزان حسناته. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اقذف في قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان والإيمان والتقوى. اللهم آجر أهله في مصيبتهم واخلفهم خيرا. اللهم آجر أهل أندونيسيا في مصيبتهم واخلفهم خيرا. اللهم آجرنا هنا في غزة، في قطاع غزة، في فلسطين، في أرض الأقصى. اللهم أجرنا في فقدان الشيخ الدكتور عبد الله شكري زركاشي، أجرنا خيرا يا رب العالمين. أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن تجمعه بالصالحين من أقربائه، وأن تجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعله يا ربي، اجعل ضيافته عندك الجنة يا رب العالمين، ووسع له في قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم اجعله من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم توفاه عندك في الصالحين، وادخله برحمتك في عبادك الصالحين، واجمعه يا رب في الفردوس الأعلى مع عبادك الصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم آجر أهل أندونيسيا في مصيبتهم، وآجرنا في هذه المصيبة يا رب العالمين. ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحم الدكتور الشيخ عبد الله شكري زركاشي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتك. نعزي نفوسنا ونعزي أهلنا أندونيسيا بوفاة الدكتور الشيخ عبد الله شكري زركاشي، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. ربنا تقبله في جنان النعيم، اللهم تقبله في جنان النعيم، اللهم تقبله في جنان النعيم. ونعزي أهلنا في أندونيسيا بوفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي أنفسنا في قطاع غزة، ونعزي أهلنا في أندونيسيا، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون بوفاة الدكتور الشيخ عبد الله شكري زركاشي. ونقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر له وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اجزي عنا خير الجزاء، اللهم اجمعنا معه في جنة الفردوس.